مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن استراتيجية القطاع العقاري ينضم معنا عبر الهاتف المستشار العقاري الأستاذ ماجد الحارثي. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير أستاذ ماجد. أهلا وسهلا أستاذتي، نعم أهلا وسهلا فيك. بداية حدثنا والمشاهدين عن هذه الاستراتيجية للقطاع العقاري المحدثة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأيضا انعكاس هذه الاستراتيجية على القطاع العقاري. أولا أشكركم على الاستضافة، وثانيا نشكر قيادتنا الحكيمة على الموافقة على الاستراتيجية التي عملت عليها الهيئة العامة للعقار منذ أكثر من 4 سنوات مستمرة لإنجاح هذه الاستراتيجية. والاستراتيجية تهم القطاع العام للعقار كمستثمر كمشتري في النهاية، وأيضا كقطاع عمل وشفافية. أيضا الاستراتيجية عبارة عن 4 ركائز، والـ4 ركائز هي حوكمة القطاع وتمكين واستدامة وفاعلية السوق والشركاء، وكل ركيزة تحتها كثير من المبادرات، فيها تقريبا أولوية، فيها 15 هدف، فيها 18 مبادرة، وفيها 12 مؤشر قياس. بإذن الله سيكون لها نتائج إيجابية للسوق. نعم. فلو تكلمنا عن حوكمة، مثلا عن حوكمة القطاع. نعم، ودنا نتكلم عن الحوكمة تحديدا، لأنه هذا المصطلح يعني اليوم انتشر بشكل كبير. ما هي ضرورة الحوكمة مثلا في القطاع العقاري أستاذ ماجد؟ حوكمة القطاع العقاري، أول شيء هي حوكمة القطاع العقاري هو إصدار الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات في نظام مثلا نظام الوساطة العقارية، في التسجيل العيني، في المساهمات العقارية، في فرز الوحدات العقارية، أيضا المزادات العقارية، وأيضا في التسويق الإلكتروني للمنتجات العقارية. فكل جزء من هذه لها منظومة كاملة ولها سياسة كاملة، وعملت عليها الهيئة وتم تطبيقها الآن في السوق. يعني الآن هي يعني ما هو مجرد حبر على ورق، هو شرعت من فترة وتم تطبيقها في السوق. نعم. طيب أستاذ، تمكين الاستدامة، والمقصود بها هو في النظام مبادرات، في إنشاء أيضا قاعدة بيانات، وإنشاءت الهيئة قاعدة بيانات مهمة عقارية، وأنشأت أيضا منصة للمؤشر العقاري بالتعاون مع وزارة العدل، ومع أيضا مع عدة جهات أخرى تعطي مؤشر عقاري بشكل صحيح. أيضا عملت على معايير التصنيف للمكاتب العقارية، وأيضا طورت عملية الإشراف على 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 المكاتب العقارية والوساطة العقارية. نعم. طيب أستاذ ماجد، يعني ذكرت الممكنات، لكن تعتبر هذه الاستراتيجية وغيرها أيضا من الاستراتيجيات المستحدثة هي مستهدفات لرؤية 2030، يعني تمكن من زيادة الاستثمار، وأيضا تمكن من زيادة مثلا الناتج المحلي. برأيك يعني أستاذ ماجد، كيف سينعكس هذا، أو هذه الاستراتيجية كيف ستنعكس على الاقتصاد المحلي؟ أكيد تساهم بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا فيها مشاركة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية، بما هذا يحقق رؤية الاستراتيجية في رؤية 2030. وكما نعلم أنه القطاع العقاري قطاع كبير، يعني يمثل هو أكبر قطاع اقتصادي بعد البترول. فأنا أتوقع أنه بيكون فيه فرص وظيفية هائلة كبيرة، وأيضا مكنت الهيئة الحمد لله من فترة في تفعيل معهد العقاري،
وعملت حتى تشجيع للدورات، عمل دورات عقارية وعملت تشجيع للشباب السعودي بتخفيض 90% على الدورات العقارية لتشجيعهم للانضمام إلى هذا السوق، الدخول للسوق العقارية. نعم نعم. شكرا لك. إذا حول استراتيجية القطاع العقاري تحدثنا المستشار العقاري الأستاذ ماجد الحارثي، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.